نشوف رأي الجمهور ايه. اول حاجه اداء المنتخب ما كانش افضل حاجه، وفي حاجات افضل من كده، وممكن الاداء يكون يتطور عن كده. ممكن الانسجام بتاع المنتخب مش افضل حاجه، في لعيبه كانت ممكن تنضم زي رمضان صبحي وزي طارق حامد لو ما اعتزلش دولي. مبدئيا صلاح برضو كان المفروض يلعب على الشد اكتر من كده، ويبقى يقدم ماتش افضل من كده، ويعرف ان المنتخب منتخب مصر رقم واحد، ويثبت للناس كلها اللي هو افضل من كده، بدل ما الناس كلها مستنيها على غلطه. وبرضو زيزو ما بيلعبش في مركزه، كان المفروض ينزل بديل. احمد حسن كوكا ما كانش برضو افضل خيار ان هو ينزل، كان عندنا امام كان ممكن ينزل بدري شويه عن كده. انني واضح جدا ان هو مش جاهز ولا بدنيا ولا تكتيكيا خالص. كان الكويس النهارده مصطفى محمد وعبد المنعم، وممكن ممكن شويه محمد حمدي. مصطفى محمد كان ممكن يشتغل على نفسه اكتر من كده لو يسقط شويه. صلاح كان برضو محتاج يشتغل اكتر من كده. والله هو المنتخب النهارده كان يعني في اول ما نزلنا جبنا الجون الاولاني، هو ده اللي ادى ثقه جامده للعيبه، وفي نفس الوقت خلانا نستهون بالخصم، يعني خلانا نستهون جدا بموزمبيق. فريق موزمبيق عمل ماتش حلو جدا النهارده، عمل ماتش حلو جدا. المدرب بتاعهم يعني عمل تغييرين في الماتش قلبوا الماتش خالص. انت من ناحيه تانية زيزو ما كانش حلو قوي. هو طبعا منتخب مصر النهارده كان محتاج شويه تنظيم، يعني كنت ملاحظ في اول الماتش كده كان في لخبطه شويه، ما كانش في تنظيم، ما كانش في ربط ما بين الخطوط وبعض، كان في المدرب اتاخر شويه في التغييرات، كنا محتاجين بس التغييرات دي تبقى من بدري شويه. كان امام عاشور نزول وطبعا فرق شويه، طبعا انني كان في بطء شويه في الحركه، يعني اداء ما كانش متوقع شويه من المنتخب، كنا متوقعين اداء افضل من كده شويه. طبعا مصر لازم تستغل اللعيبه اللي عندها الدوليين زي محمد صلاح واسم منتخب مصر اللي بيرهب الفرق الثانيه. المفروض كنا ننزل جبنا جون في اول 3 دقائق، المفروض كنا نكمل على الشكل ده ونجيب الثاني والثالث ونكمل على نفس المستوى. لقيت تراجع ما فيش مبرر ليه قوي، يعني جه فينا جونين، حصل شويه تعديلات وشويه تغييرات يعني، فبالتالي قدرنا نعدل النتيجه في الاخر. بس طبعا يعني هنقول بدايه ما كانتش موفقه قوي، ان شاء الله نستغلها، اللعيبه تتعلم من اخطائها والمدير الفني يشوف الاخطاء اللي حصلت فين، ونعدل ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. وان شاء الله اتمنى طبعا ناخد البطوله وتبقى التامنه باذن الله. يعني المدرب طبعا تشكيلاته كانت متاخره، كان المفروض لاعب زي مروان عطيه يلعب من اول الماتش. انا حسب انني هو انني ماشي لعيب كبير وكل حاجه ومية مية، بس برضو احنا كان محتاجين حد بيحرك الكرة من ورا لقدام اكتر من كده بكتير. امام عاشور اتأخر قوي في تبديله. تريزيجيه ما كانش يطلع دلوقتي، كان لعيب بيعمل ضغط، هو بيلعب على طريقة العرضيات واللي ما كانتش ناجحة معاه من اول الماتش ما كانش المفروض يكمل بيها.